أنا أتجاوب معكم يعني أنتم تقرون بهذا وتشهدون بهذا، أتجاوب معكم في التكفل بانشغالات المواطنين. فلماذا يعني إثارتها في 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 هذا المنبر وبمناسبة قوانين لا علاقة لها بال وأنا إيجابي صح إيجابي، حكيت الإخوان وتم موظف عند دفلة هو يسمع فيه والنائب اللي دخل عليه يرى يسمع فيه، طلب من عند دفلة يجي العاصمة على أسوث وقدم كل الوثائق اللي تثبت أنه أصبح مقيم في العاصمة. مصالحي الله غال هكذا وافت الناس، هذه البيروقراطية اللي رانا نحاربوا فيها والعقلية هذه اللي رانا نحاربوا فيها، والفت الناس ترد وديما نيجاتيف للأسف حتى احنا رانا نعاني منها. قال ما تعداد عندنا نقص في المواطنين، تعداد لا يسمح وبالتالي لا يمكن استجابة لطلبي. جاتني هكذا الجواب، عيت المسؤول الآخر قلت له كي الموظف هذا مش من عندي فرح طيح عند فلا، قال لك لا، قلت له ما حاولوا عاود اكتب لي للنايب قل له الموضوع متكفل به، الموظف استفاد والدولة تستفاد لأن ما يوليش عنده راندمو كي يجيك على 140 كيلومتر وروح العشية من الميارد ما يخدم لكش الساعتين والثلاثة اللي يكون ثم يفوتهم ملد كي ترجعوا لهنا وراه هنا ذوك خدام وربحنا النايب حلينا لهم. الله غالب بدت له الإجابة من لو طاوعت المصالح يجيك من إجابة كذا، لا يمكن الاستجابة للطلبين لأن عندنا نقص في الموظفين في بشار وهذا الإخوار أن نتكلم نعطي في أمثلة كيف يتم التكفل بمشاكل المواطنين فعليا في بشار، وجات الإجابة لنا ونقدر نقول لكم عشرات الأمثلة هذا وممكن نواب راهم اللي هنا اللي تلقوا إجابات. استرداد رخصة المصالح تكتب لي وما على المواطن إخبار السيد النائب أنه ما على المواطن لأن يتقدم أمام النيابة لاسترداد، قلت له كان كون جات هكذا بالطريقة هذه كون راح رام اللي راح جاب البيرمي نتاعه ما دام وصل للنائب سيكون راه 20 مرة وما عطاوهالوش. عيط النائب العام تاع بشار، عيطنا في العشية هذيك رجعنا المواطن الرخصة نتاعو كتبنا للنائب الموضوع متكفل به طوينا لي خير. هم حيين اللي يخدموا معايا الإطارات تاعي اللي يخدموا محيين بين الجواب تاع الوحدة والجواب تاع الخمسة تاع العشية طوينا لي خير. مش هكذا خير سيد هنيناه من المشكل والنايب قلنا له راه المشكل متكفل به وحمرنا له وشك، هذه هي طريقتنا في التسيير ولكن